مبادرة طريق نوزية هي مبادرة أسسها مجموعة من الشباب المغاربة اللي فتحوا مرصد سياسي من أجل دراسة العديد من الأحزاب السياسية المغربية. في هذه اللحظة تم إغلاق المرصد السياسي، وحنا دابا كنقدموا لكم أهم المعلومات حول الأحزاب السياسية اللي درسنا. درسنا 8 ديال الأحزاب السياسية اللي عندها أكثر من 10 ممثلين في الغرفة البرلمانية الأولى، واللي كتمثل ذلك 84% من البرلمان المغربي. في هذا الشريط كنقدموا لكم حزب التجمع الوطني الأحرار، الرمز ديالو هو الحمامة. تم افتتاح هذا الحزب سنة 1978 على أيدي أحمد عثمان، وأمين العام الحالي ديالو هو صلاح الدين الزوار، 58 سنة هو أمين عام منذ سنة 2010. هذا الحزب كيقدم راسه كحزب ليبرالي اشتراكي، كيتوفر على 36 عضو في المكتب السياسي ديالو، ما عندوش شبيبة في وسط الحزب. كان في الحكومة مدة 20 سنة، من 1978 ل 81، من 85 ل 86، ومن 98 ل 2011. بعد التواريخ المهمة، 1978 تم نشأة الحزب، 83 قاموا بأول مؤتمر، في 2010 تم تغيير الرئيس من طرف حركة الإصلاح. هذا الحزب كيتوفر على 36 ممثل في الغرفة الأولى البرلمانية بين 2007 و 2011، داكشي اللي كيجعلو المرتبة الرابعة بنسبة 12%. بعض الوسائل اللي كيستعمل هذا الحزب من أجل التواصل هي جريدة شروق، الموقع الإلكتروني ديالو www.rni.ma، اللي هو موقع باللغتين عصري، وكيتوفر مجموعة من الروابط تجاه يوتيوب، فيسبوك وتويتر. بعض الشخصيات المهمة لهذا الحزب هي صلاح الدين الزوار، 58 سنة، وزير الاقتصاد والمالية، عزيز أخنوش، 50 سنة، وزير الفلاحة والصيد البحري، أنيس بيرو، 43 سنة، كاتب دولة لوزير السياحة والصناعة التقليدية، منصف بالخياط، 41 سنة، هو وزير الشباب والرياضة، بارك أبو عيدة، 36 سنة، برلمانية. الحكمة الداخلية للحزب. بالنسبة لتاريخ وإيديولوجية الحزب، فهو حزب كان أصلا متقرب من الإدارة، ما عندوش أسس إيديولوجية، وكيتوفر مجموعة من الوزراء تكنوقراطيين. الحكمة الداخلية للحزب، كيقوم انتخاب مباشر سري خلال المؤتمرات، تم تغيير الرئيس بطريقة غير ديمقراطية، كما أن لاحظنا دخول وزراء المكتب السياسي للحزب خلال مدة الانتداب. حياة الحزب السياسية، التغطية الترابية غير مصلح بها، قام 4 مؤتمرات خلال 33 سنة، كما أنه قام تحديد تنظيم الحزب وطرق تواصله، ولكن دون تغيير القواعد الأساسية للحزب. أجهزة الامتحان الذاتي والتكيف، فهو ما كيتوفرش على جهاز الامتحان الذاتي، وكيعاني من قلة برامج التكوين، لكن قام بتغيير جذري لصورة الحزب منذ سنتين. فرق الحزب في المكتب السياسي، مهن غير محددة أو غير مفصوح بها، 4 نساء، وكيتوفر على حتى شي شاب أقل من 40 سنة. هذا الحزب كيتكون مجموعة من الأطر من القطاع الخاص اللي عندها خبرة كبيرة في إحضار التغيير، لكن خبرة ضعيفة في السياسة. شكرا لتتبعكم هذا الشريط، وكندعوكم تتبعوا بقية الشرائط لنحو بقية الأحزاب السياسية المغربية.